اليوم ان شاء الله رح تحكي عن مستقبل الويب. الويب الحالي مثل ما بنعرف هو عباره انتم بتتعاملوا معه عن داتا، بس مين مره جرب يدور على جوجل على شيء وما لقى اعطاه نتائج مفيده؟ بما انه الكلمات اللي بيعطيها لجوجل هي بتعبر عن الشيء اللي بده اياه. سيماتيك ويب بيلبي حاجتنا بانه يعطينا معلومات دقيقه بالبحث او بربط البيانات بين بعضها. اليوم حتكون محاضرتنا عن سيماتيك ويب او الويب الدلالي. رح نروح شوي للمستقبل نحكي مثال عن الفاينل سيناريو بسموه للويب الدلالي اذا طبق وصار بحياتنا العمليه اليوميه. في عنا عدنان كان عم يسمع على الراديو مثلا ومشغل التلفزيون بصوت عالي، فجاه رن التليفون لعدنان. رد عدنان على التليفون لحاله عطى امر وقف الاصوات. فجاه بتطلع له اخت عدنان اللي هي لينا على فرض يعني. اوكي. بيحكوا مع بعض بتقول له انه امه مريضه، فهو انه بده يحجزوا موعد عند الدكتور لالهم مشان امه. فعدنان عنده مشاغل وعنده مواعيد خاصه فيه، ولينا كمان نفس الشيء عندها مشاغل وعندها مواعيد خاصه فيها. هون طلب عدنان ولينا كل منهم انه من السوفت وير ايجنت تبعهم او بسموه الوكيل البرمجي. حدا بيعرف شو هو الوكيل البرمجي؟ الوكيل هو شيء بينوب عنك بيروح بدور على النت او بيلبي لك حاجاتك على النت. الوكيل البرمجي بتحدد له انت معايير او شروط خاصه فيك مشان يدور فيها على النت. بيروح هو بيبحث بيعمل سيرش وبيعمل نيغوشيات بين بعض. يعني الوكيل البرمجي بهالحاله هي وتصير في عنده داتا بيفهمها بيروح بيدور عليها بالنت وبيتناقش بين بعض مشان يلبوا حاجات مواعيد عدنان ومواعيد لينا مع بعض ويلاقوا موعد بين اقرب دكتور ما يبعد اكثر مثلا من 100 متر او 200 متر او 1 كيلو متر عن بيتهم، يكون مناسب لمواعيد عدنان ومناسب لمواعيد لينا، وبيتناقش فيهم اخر شيء رح يوصلوا لنتيجه نهائيه ويعطوهم موعد. هلا اذا طبق الويب الدلالي بشكل نهائي رح نقدر نوصل لنتائج من هالنوع. طبعا بدكم تقيسوا، هذا مثال صغير على هذا الشيء. بدكم تقيسوا ممكن تعطينا امثله ثانيه على غير مجالات مثلا ممكن تطبق. هاي الصوره نفسها بتحكي عن المثال السابق، هي ماخوذه من مجله ساينتفك امريكان اللي هي كان فيها نشر مقال تم ريز بسنه 2002 عن السيمانتيك ويب. طبعا السيمانتيك ويب رح نشوفه هو اللي بيسمى تحت اسم الويب 3. مثل ما عم نشوف اذا حكوه بالويب ستوري مثل ما حكوا المره الماضيه، حكوا عن تاريخ الويب كيف بلش اول شيء ديسكتوب كومبيوتينج اللي هي كانت عباره عن حوسبه فقط، بعدين انتقلت للويب واحد. الويب واحد اللي هو كان بسنة تقريبا بين التسعين والألفين. كان لساتها الداتا لساتها ستاتيك. إذا بتعرفوا شو يعني ستاتيك، هي الداتا فقط كانت عبارة عن داتا على النت أنا ما فيني أتفاعل معها. بالويب اثنين بين 2000 و2010 تحولنا للويب اثنين اللي هلا نحن عم نتفاعل معه، فيسبوك يوتيوب. إذا بتعرفوا أنا باخذ داتا من عندي لبرا وباخذ من عنده لعندي داتا. هلا الشكل الثالث له هو الويب 3 اللي هو السيماتيك ويب اللي متوقع انه نوصل له بال 2020. رح نشوف الاشكال هون مثل ما حكينا. السيماتيك ويب الويب واحد هو عباره عن ستاتيك داتا، انا بعرض داتا على الانترنت وبس. الويب 2 هو عباره عن داتا موجوده على الانترنت انا بعمل انتر اكشن معه. الويب 3 اللي هو كان السيماتيك ويب. الفرق هون انا عندي هلا وصلنا لمرحله انه الداتا صارت بديزاير اسي بسموه بالانترنت، كل يوم عم يصير مليارات وملايين الدوكيومنتس، بس هي عباره عن داتا مكرره وانا ما عم استفيد منها. لانه داتا هي عباره عن كلمات او اصفار وحدات فينا ناخذها بالاخير، هي ما لها معنى. انا بقدر افهمها بس الكمبيوتر ما بيقدر يفهمها، فتقول انا الكمبيوتر كات او كيك، ما هي عباره عن كلمه رح ياخذها لاسكي كود، اذا بتعرفوا الاسكي اذا في حدا هون معلوماتيه، بعدين رح يحولها اصفار وحدات. ما لها اي معنى. بس لو لقيتكم مثلا انا لكم هلا ليمون او مثلا برتقال، شو دغري بتتخيلوا؟ طعمه حامضه، صوره مثلا لون برتقالي، شكلها صار عندكم اكثر من دلاله لها. فالكلمه بالنسبه لكم كبشر مو مثل ما بالنسبه للحاسوب هي هلا. فالويب 3 اللي هو السيمانتيك ويب سوى لنا شغله بسميها البيانات الفائقه او الميتا داتا، هي عباره عن انفورميشن اوف انفورميشن، معلومات عن المعلومات. انا هاي المعلومات باخذها بستفيد منها بضمنها ضمن صيغه لتمثيل المعلومات بسموها نولج ريبريزنتيشن. هاي الصيغه لتمثيل المعلومات بتؤدي لانه يقدر يفهمها الكمبيوتر. يعني بمثال مثل وقت انا اقول مثلا عفرت كلب،
اللي بصير بمخك انه بيولد نيرونات دغري لحاله، بيولد معلومات، بيولد لكم صوره وصوت، او على فرض انه انك تخاف منه بيولد لك شعور بالفزع منه. هذا الشيء اسمه نولج ريبرزنتيشن بشري. فنحن بدنا نعمل شيء مثله للحاسوب. طبعا هون لابد نحكي مين هو مؤسس او صاحب فكره السيمانتيك ويب. هو صاحب كمان مؤسس اختراع الورد وايد ويب، هو كامبل رانزلي. سنة 98 تقريبا طرح فكرة السيمانتيك ويب. النت الحالي الموجود عندنا ثلاث شغلات. عندنا اول شيء الانترنت، هي عباره عن شبكه عم تقدر تربطني بين العالم، عم تقدر الكمبيوترات تتواصل بين بعض، عم بقدر انا استخدمها حتى اتواصل بيني وبين العالم. هذا شيء كثير فادني. ضفنا عليه الويب نحن. الويب صار فيني انا اطلب مواقع بيعطيني اياها، اطلب بيت يرجع يجيب لي اياها هو. هذا الشيء كثير مفيد بالنسبه لي. هلا صار انا عندي موجود نت، موجود عندي داتا، فضفنا عليهم محرك البحث سيرش انجن. فبالتالي صار فيني انا اوصل الدوكيومنتس والشغلات اللي بدي اياها انا. فشو الداعي لهي كل شيء انه السيمانتيك والشغلات كلها؟ بنلاحظ هون انه البحث عندنا ما عم يدور على شيء مرتبط فيه دلاليا، عم يدور بس مثلا مثل جوجل مثلا بدور على الكلمه، شو بتطالع هي الكلمه، ما بدور على شيء المحتوى المشابه لهالشيء. يعني مثلا لما ادور انا مثلا موضوع معين مثلا انه مثلا الفواكه الحمراء، بيعطيني بس الصور او الشغلات او الدوكيومنتس او التكست الموجود فيهم انه الفواكه الحمراء. بس انه لو كان دلالي كان اعطاني مثلا الفريز الكرز، كل شيء ممكن يكون لونه احمر، هو لحاله استنتج هالشيء اللي ممكن موجود فيه. هلا انه في عندي اسئله كثيره، انه مثلا في عندي انا كثير مصادر، كيف بدي انا اقدر اوصل حالي خلال المصادر واخذ كل شيء معلومات منه؟ كيف انا لما ادور براء الملف المناسب الي المرتبط بالشيء اللي انا عم ادور عليه بالاصل؟ وكيف انا فيني الاقي البيبرز المناسبه للوظيفه اللي عم اشتغل فيها؟ وكيف انا فيني فلتر المعلومات اللي عندي؟ وكيف انا بدي فلتر المعلومات اللي مفلترها انا حتى احصل على نتائج افضل؟ كيف بدي ارجع فلتر المعلومات اللي مفلترها اللي فلترتها انا اللي فلترتها حتى ارجع اخذ معلومات افضل؟ يعني بالنهايه انا عم بوصل لحلقه، وخاصه مع التوصل الكبير للداتا، فعم بوصل لكميه كبيره من الداتا ما عم بقدر استفيد منها الاستفاده القصوى اللي بدي اياها انا. هلا خلينا نحكي اول شيء شو يعني السيمانتيك. هلا هي الجنرال اوكي بالنسبه للكمبيوتر، هو شايفه صفر واحد بس، ما انا شايف اكثر من هيك، هو ما بتعبر بالنسبه له شيء. بس انا كانسان لما اشوفها بتخيل اكثر من شغله، بتخيل صوت الكيك، بحس بالريحه، بحس بالشغلات اللي بتخليني تجذبني الى. هلا مثلا هي الكلمه مكتوبه كنص اي لاف كيك، بس اذا قمت انا مثلا كلمه لوف حطيت بدل ان، رح يضل المعنى نفسه، يعني ما رح تفرق بالنسبه لي شيء. بس بالنسبه للكمبيوتر القلب صار بالنسبه له صفر واحد، ما اعطاني النتيجه اللي بدي اياها لما بدي استخدمه انا. هلا انا في عندي كثير شغلات مثلا بلاقيها على النت، مثلا اخبار الرياضه، الطقس، مثلا الموفيز، الافلام، المسلسلات اللي بحب اتابعها انا. انا هي المعلومات كلها بقدر اشوفها، بقدر اشوفها واقراها، بس ما بقدر استفيد منها. مثلا انه مثلا ما بيعطيني مثلا انه مثلا شفت انا مسلسل في ممثل بحبه كثير انا، فما بيعطيني كل شيء مرتبط فيه، كل شيء مسلسلات مرتبطه فيها هذا الشخص، لانه الشغلات يعني هذا الشخص ما له موجود ككيان او شيء له مفهوم مرتبط فيه اشياء مختلفه مثل ما عم يعمل السيمانتيك ويب. حكيت لكم قبل شوي عن السيمانتيك ويب كنظره عامه، هلا بدنا نفوت بتفاصيل اكثر. كتفاصيل داخليه وطبقات، السيمانتيك ويب مبني على هالطبقات هي. الطبقة التحتانية اللي هي اليونيكود واليو ار اي، بسموها هي انه فينا نرجعها اليونيكود لانه بيستخدمها كتكنيكال للكمبيوتر. اليو ار اي هي رمز وحيد لكل اوبجكت انا عم دور عليه. يعني انا ممكن اقول مثلا جين سيلز بوك مثلا، بس مين هي جين؟ اي وحدة؟ انا ما بعرف اي وحدة هي جين، فانا بعطيها يو ار اي، فهو ايدنتيفاير. ففيكم تقولوا انه يو ار اي هو مثل اليو ار ال بس ما له علاقة، هو ما له لوكيتد. اوكي، الطبقة الثانية هي الـ XML. هي الـ XML هي مارك اب لانجويج طبعتها W3C الاورجنايزيشن تبعها، نفسها اللي طلعت فكرة السيمانتيك ويب، طلعتها مشان تمثل الداتا بقلبها. يعني هي فينا نقول تكنيكيو تقنية لأقدر أعبر فيها عن الداتا، أعبرها مثلا بدي أعبر مثلا دوغ بين تاجين، بحط بقلبه اسم مثلا فو مثلا الدوغ وسكرها، إنه مش عارف إنه هذا اللي اسمه فو هو دوغ. الطريقة الثالثة هي الـ RDF. الـ RDF أنا جاي بشرحها لقدام، هي عبارة عن طريقة لتمثيل المعرفة. قبل شوي أنا قلت في يعني في عندي طريقة وفي عندي تكنولوجيا اللي هي اللغة. أنا مساخ المعرفة باللغة بس ما عندي طريقة لمثلها.
الطريقه لتمثيل المعرفه هي الار دي اف اللي بتسمى ريسورس ديسكربشن فريم ورك. الطبقه اللي فوقها هي الانتولوجي وبتيجي بعدها اللوجيك. النولج ريبريزنتيشن رح اشرح لكم عنها بشكل شوي. النولج ريبريزنتيشن هي طريقه لاعرض فيها بيانات. انا كيف بدي امثل هالبيانات هي؟ مثل ما قلنا نحن باللغه اللي بنفهمها شو بنمثل البيانات؟ فعل وفاعل ومفعول به لنفهم. بعد ما تيجي لعنا ستيتمنت بسمون، انت باللاوعي تبعك عم تقسمهم لفعل وفاعل ومفعول به، بس انت صح وعيك انت شايفهم جمله وعم تفهمها، اوكي ما اختلفنا، بس هي بالنهايه عم تتقسم هيك عندك، عم تفهم انه مثلا حسن هو اللي قام بالفعل، مثلا علي مثلا هو مفعول به، مثلا حسن ضرب علي مثلا على فرض. الاكس ام ال هي اللي قلت لكم انه هي اللغه اللي رح انا امثل فيها المعرفه، رح استخدمها لمثل الار دي اف فيها. هي عباره عن تاجز، هي عباره عن مارك اب لانجوج مثل اتش تي ام ال. الار دي اف ريسورس ديسكربشن فريم ورك هي عباره عن ثلاثيه سبجكت بريديكيت واوبجكت. رح ناخذ ستيتمنت جين سيلز بوك. جين هي عباره عن السبجكت اللي انا عم بحكي عليه، السيلز هو الفيرب اللي رح يربط بينه وبين الاوبجكت. رح احكي شو معنات ريسورس. الريسورس هو كل شيء له ايدنتيفاي. مثلا جين بقدر انا اعرفها برقم، والبوك فيني اعرفه برقم، اوكي. الديسكربشن هو عباره عن الكونتينر اللي بيحوي هذول الريسورسز. يعني انا عندي ماوس دوكيمنت في بقلبه ريسورسز اللي هن مثلا جين وبوك مثلا على فرق اكثر من جمله، رح استخلص منه هذول الاوبجكت. اخر شيء بتجي عندي الفريم ورك هي اللي بتجمعهم اثنيناتهم. رح نشوفهم كيف تتمثل الفكره انه الار دي اف شو رح ياخذ اخر شيء كيف. يعني هي بالنهايه قلت لكم طريقه، هي ما لها لا لغه ولا لها شغله، يعني انه مفهوم هي اكثر من ما لها شيء بيتطبق. هي رح تطبقوها بالنهايه مثل اللي بيعرف بالمعلوماتيه، مثل الاوبجكت اورينتد هو مفهوم بس في عندي طريقه لطبقه. فالطريقه اللي طبقه هي المارك اب لانجوج كانت الاكس ام ال، والار دي اف هو المفهوم له. مثلا جين سيلز بوك، جين هو الاوبجكت الاول اللي هو كان السبجكت، سيلز هو البريديكيت اللي رابط مع البوك. انا رح استخدم هذا التعريف هذا بالار دي اف لاقدر ادور بشيء اسمه اونتولوجي. الاونتولوجي هي سلسله من المعارف تيجي متورطه من بعضها من اعم لاخر شيء لشيء سبيسيفيك بيكون محدد. على فرض مثلا في عندي انا تفاح، التفاح في منه هو عندي فاكهه، الفاكهه بتيجي تحتها تفاح، التفاح بيجي تحتها تفاح اخضر. رح نشوف اول اونتولوجي بالتاريخ، هي كانت بالقرن يعني ما قبل الميلاد عند اليونان، كانت فيلسوف اغريقي اسمه بورفيري اللي عملها. كان مقسم، هي طبعا هذا ابسط مثال ممكن نفهم فيه عن طريق الاونتولوجي. مقسم لسبستنس هي انه شغله عاديه، في عندي نوعين منها ماديه ولا ماديه. المادي هو الروح، اللا مادي مثلا عفوا اللا مادي هو الروح. المادي بيتقسم لبدي، الاجسام ممكن في منها متحركه وغير متحركه. مثل هو يعني كلاسيفيكيشن هو تصنيف لمعارف انا بستفيد منها لاوصل لنقطه معينه. يعني على فرض انا وقت اجي لكم مثل قبل شوي مثلا تفاح، انتوا حالكم رح انتوا فهمتوا انه هو فواكه، بس مخكم كيف اشتغل؟ الطريقه اللي اشتغل فيها مخكم هي نفسها طريقه السيمانتك ويب، رجع ربط معارف ودلالات ببعضها ووصل انه هي فواكه ولا نيرونات. اخر شيء اللوجيك اللي بتكون مبنيه على الانطولوجي، هي الطبقه الفوقانيه الاخيره. اللوجيك المبنية على الانطولوجي هي بتجي مثلا انه حسب انت عشو مصنع الانطولوجي. رح ناخذ مثال بسيط ورح حمل بعدين عليه. مثلا ماري از ا ماذر، ماذر از ا بيرنت، اكيد فهي ماري. ماري هي شو هي بالنهايه؟ رح تكون بيرنت. كمان نفس الشيء مثل ما بنحكي اخذناهم مبادئ الذكاء، مثلا كل انسان فان، سقراط فان، فان سقراط انسان. عفوا خربطنا فيها. اوكي. فممكن يكون في انا عندي هون كمان بزنس لوجيك على فرض، او مثلا ميديكال لوجيك. انا باري اونتولوجي هي عباره لمشفى، خلينا نقول، او لشيء صحي. الشيء الصحي في عندي انا امراض، الامراض في منها خبيثه وغير خبيث. مثلا الامراض الخبيثه بتيجي تحتها مثلا امراض مستعصيه، امراض مميته، امراض رهيبة هي خبيثه غالبا رح تكون مميته، امراض غير خبيثه رح تكون غير مميته بس صعب علاجها. على فرض هي تصنيف بالنهايه، بس بيختلف هذا التصنيف. يعني هي اللوجيك اللي نستخدمه لنقدر نبني فيه الانتولوجي. مثل ما حكى قبل شوي انه الار دي اف هي لغه انا بستخدم، هي ثلاثيه عم بدرس استخدمها لوصف فيها المعرفه. بس نحن مثل ما بنعرف انه مثلا عندنا عندي بالداتا بيز، انه مخزن معلومات، بستخدم لغه
لغات لغه مثلا الاس كيو ال حتى دور بالداتابيس وتستحصل منها المعلومات. لان الار دي اف مع انه هي الار دي اف هي لغه بتقدر توصل كل اياها الى شكل معين، فتطلبت هي الشغله لغه او طريقه معينه حتى اقدر انا اطلب مثلا الداتا منها او دور فيها وحس فيها. هلا عندنا في لغه استخدموها هي السبارك كيو ال كيوري، هي عم يستخدموها حتى يبحثوا بالار دي اف. هلا هذا في مثال استخدم امجد حتى يدور على كل اصدقاء تيمبرلينز لي. بنلاحظ هون انه طريقه توصيف الداتا بالار دي اف سمحت انه لاقي ستاندرد او شكل فورمال اني اقدر لما ادور بالنت ما اغلط، يعني في شيء عندي ثابت اقدر ادور عليه، في شيء نموذج عم ادور عليه، ما تكون معلومات مكتوبه او مكونه بشكل عشوائي ما بقدر ادور عليها فيها. هلا هون في عندنا نقطه، هلا في عندنا النولج نحن اللي جمعناها، هي قواعد كتبناها والثلاثيه تبع الار دي اف، هي عباره عن تسمى قواعد معرفه. هي قواعد معرفه بتقدر توصف لي شغلات، توصف لي علاقات الاشياء مع بعض. فانا بستخدم شغل اسمه انفرنس انجن او محرك استدلال. هذا محرك الاستدلال عنده قواعد، بيستنتج منه قواعد جديده. مثل مثلا نحن بنعرف انه سناك السيد اللي حكى الشباب، سناك السيد موجود بدمشق، دمشق موجوده بسوريا. فهذا محرك الاستدلال شو بيعمل؟ بيستنتج انه سناك السيد هو موجود بسوريا. هلا بالنهايه السيماتيك ويب هي عباره عن تكنولوجيز مثل الار دي اف، الاو دبليو ال، سبارك كيو ال، عم تخلق لي بيئه من خلالها عم بقدر انا اعمل استدعاءات لحي الداتا واقدر اخلق منها قواعد وقوانين جديده بقدر استفيد منها لحتى اطور فيها. الحقيقه الشباب حكوا عن سمعتك ويمكن قال سعيد انه 2020 عن لازم نستنى حتى يمشي الحال. شو رايكم الناس؟ يعني هذا شيء مزعج، ومثل مثلا HTML5 كمان بصير شيء رائع بحلنا وتشو الى اخره، بعدين ما فيك تستخدم هلا بضل 2020. فبالحقيقه لذلك يعني بشكل عام لو انتهت المحاضرات يعني لما تحكي عن سيماتيك ويب دائما بفوز الناس بعد المحاضره بيقعدوا بيقولوا شو هذا شيء بعيد والى اخره. فلذلك بلشوا بعدين اطلق بعدين تيمبرلينز لي مبادره عمليه لحتى نبلش نحقق هذا الشيء عن حقيقه. هذا الشيء هو اللينك داتا. طيب هلا مشان احكي شو هو اللينك داتا، تامل الصوره انت. السؤال هو رايكم كيف الكمبيوتر بينظر لهذا الدوكيومنت؟ شو مشاعر الكمبيوتر؟ طيب هلا انا ححاول انقل مشاعر الكمبيوتر. واحد اثنين ثلاثة. بالحقيقة هو هيك الكمبيوتر بشوفه. الكمبيوتر إذا فكر شوي بلاحظ إنه أنا هلا قلب الكمبيوتر بفهم إنه في نص بالصيني مؤلف من فقرتين. وبالحقيقة هذا هو كل شيء بيعرفه جوجل. ورغم ذلك نحن قدرانين، أنا إذا بتحبوا فيني هلا أشتغل جوجل سيرش، بتعطيني كلمة بقعد ادور عليها، طبعا جوز شوي اخذ وقت يعني انسان، بس هيك جوجل بيشتغل بشكل اساسي. هلا هي مش هي المشكله الاساسيه اللي هلا عم نواجهها بهول، انه عندنا كثير هيك شغلات بالصيني، قصدي عم بحكي مشاعر الكمبيوتر، فعندنا كثير هيك شغلات ما مفهومه بالنسبه للكمبيوتر. الكمبيوتر شو عم يدور لك؟ نفس هلا مثل اذا انت هيك انت عم تعطيني كلمه وانا بدور لك عليها، ممكن عم تشتغل بكثير احيان بس فيكم تتوقعوا كثير حالات ما ممكن تشتغل هالطريقة. طيب هلا طب حاحكي هلا شوي، هلا ممكن واحد يقول لي انه كلامك مو دقيق. في كثير شغلات بالويب كمبيوتر فعلا تحسه انه عم يفهم شو عم يسوي، هذا الكلام صحيح. حنحاول نستعرض الشغلات الحاليه موجوده وننطلق من خلالها نشوف شو هو لينك داتا. الأول شيء غالبا انت احيانا اذا بتعمل سيرش بجوجل بيطلع لك قبل بعد ما يطلع السيرش بيطلع لك هيك شغلات، مثلا هون بندور على اكله من تايلاند، مثلا هون الصوره ما لها وضح شوي، بس هون حاطط مثلا انه هي التوتال كوك تايم 20 مينتس مثلا، وفي عندك خمس ريفيوز عليها والتقييم هو خمس نجمات طلع. فكيف جوجل عرف هالشيء؟ الفكره انه يعني ما في سيمانتيك ويب هلا صح؟ الفكره انه هلا في شيء
مصغر عن السيمانتك ويب، كثير مصغر، اسمه مايكرو فورماتس، كثير مستخدم هلا الويب. بشكل اساسي مثلا في هي مايكرو فورمات اسمها اتش كارد، مشان نحكي عن الناس بني ادم. مثلا النص الفوقاني مش كثير، النص صغير، بس النص النص الفوقاني هو نص اتش تي ام ال عادي، تمام؟ فعندي جو ذا اكزامبل كومباني مثلا، اسم شركته، رقم تليفونه، وموقع الويب تبعه. بالمايكرو فورمات مثلا تبعيت اتش كارد، شو بتساوي انت اذا عندك موقع او كذا وبدك جوجل يعرفك مثلا، او المحركات البحث تعرفك مثلا، فانت مثلا بتحط انه والله هذا الدب هو عباره عن في كارد، هذا الدب الاولاني اللي هو جو دو هو النيم، الكومباني بتحط انه هي الاورجنايزيشن تبعه، هذا بتحط انه رقم تليفون. فبهالطريقه جوجل بتعرف، يعني مثلا سكايب مثلا لو فتحت من صفحة سكايب بيطلع لك انه هذا تليفون. ايه هلا شو مشكلة هالطريقة؟ اول شيء شغالة كثير منيح وكذا وظريفة، بس في رأيكم شو مشكلتها او اذا في مشكلة؟ بس الكاتب بيعرف يدور عليها. لا بالعكس. ما فهمت. انه مثلا رقم كاتبه مثل ما لو كاتب الاسم الشركه، يعني ما في فرق بين الاثنين، يعني هو ما راح يعرف ان هذا رقم تليفون او اسم شركه. لا هو بيعرف. الفكره انه جوجل بيعرف ان الناس يعني انت اي صفحه ويب، مثلا جوجل اذا كتبت انت صفحه ويب بهالطريقه، فجوجل حيعرف انه جو رقمه كذا. فهي عمليه سيمانتيك ويب، يعني تقول له شو رقم جو، فخلص بيعطيك اياها. يعني انا مو بس بدي رقمه، بدي معلومات ثانيه عن جو. شو بدي اسوي؟ تمام. ففي هي اول مشكله، انه بلكي اذا بدي اعرف شغلات جديده. الفكره انه هدول الاشكارد مثلا، في هدول المايكرو فورمكس المحدودين المعدودين توصفوا شغلات كثير قليله من الشغلات اللي ممكن نحن نساويها. ممكن انا اوصف مثلا انه شو هي جامعته مثلا لجو. الفكره طب مين اصلا، مين اللي حدد هدول اصلا؟ الفكره انه حددهم مؤسسه صغيره، تمام؟ طب بلكي مثلا انه هالمؤسسة حابة تضيف، حابة تطور فعلا. فشو بدنا نسوي؟ ساعات بدنا نرجع نعيد كتابة هدول؟ فعمليا في محدودية نوعا ما للمايكرو فورمات. هي أول مشكلة هلا عم نواجهها. مشكلة ثانية، أو مو مشكلة ثانية، شي مرة شايفين أحد صفحات موجودة على فيسبوك بتلاقي إنه بتطلع لك طلع لك مثلا صفحة نوريش بيطلع لك انه مقتطف من ويكيبيديا. هي صح. هيك معناته انا صار يعني كمان هلا نوعا ما فيك تقول انه شلون عرف فيسبوك انه جاب المقالة، فعمليا يعني شيء شبيه جدا بالسيمانتيك ويب. هلا هذا الشيء كيف هو طبعا، مين عنده فكرة كيف مثلا كيف قدر فيسبوك يجيب هيك شيء؟ هلا هو بشكل اساسي من خلال شيء اسمه الويب اي بي اي. فبشكل اساسي السيرفيسز يعني معظم الخدمات الستاندرد الموجوده على الانترنت لها اي بي اي، بمعنى انه انت فيك تتعامل مع هيك هي عباره عن مونستر مثلا، بس تعطيه طلب، هو بيرد لك اياه ك اكس ام ال، وانت بتاخذ الاكس ام اي بتشتغل فيها على كيفك، بتحطها ضمن تطبيقك مثل ما بدك. يعني فرق بين ويكيبيديا، انت لما تطلبها انت كانسان فانت حتطلع لك الصفحه العاديه التقليديه، بينما لما انت تطلب من خلال اي بي اي، تطلب الصفحه من خلال اي بي اي، فهي حتطلع لك حسب ستاندرد فورمات اللي بدك اياها، هي اصلا ويكيبيديا متفق انت وياها، تمام؟ فبشكل اساسي من خلال الويب اي بي ايز نحن عندنا في شيء اسمه ماش ابس. الماش ابس هي بشكل اساسي انه عندك انه انت تطبيقك من خلال الاي بي ايز بتجيب معلومات من اراني مختلفه، بتعمل لها ماشينج اب، يعني بتخلطهم مع بعضهم وبتقدم سيرفيس جديده. فعمليا بس شو مشكله هالاسلوب او هي طريقه الشغل؟ طبعا هو مثال انه مثلا كيف مثلا تطبيق صغير انه
عم جيب معلومات من ار اس اس تبع اخر مثلا المسطات، وعم جيب صوره صفطة من خلال فليكر من خلال اي بي اي تبعت فليكر، وعم جيب عم حطها على عم جيب الخريطه من مثلا من ارمي ثانيه عم حطهم كلهم مع بعضهم عم طلع لك المعلومات. فعمليا هذا شيء قريب كثير كمان اللي حكينا عنه، ممكن واحد يفكر الوهله الاولى انه فعلا انا عم بقدر اجيب بيانات من كل اراني واحطهم مثل ما بدي واربط بيناتهم. لكن برايكم شو مشكله هالطريقه او هالطريقه اللي عم اشتغل فيها؟ تمام. هي اول مشكله انه انت بدك كل ما بدك تساوي خدمه جديده انت بدك تقعد تساوي لها اي بي اي. والمشكله الثانيه انه انت كل موقع له اي بي اي خاصه فيه، فانت بدك تقعد كل مره تتعلم الاي بي اي مثلا تبع ويكيبيديا. انت كمبرمج بدك تقعد تكتب بايدك كود خصوصي مشان ويكيبيديا، كود خصوصي مشان فليكر بس بدك تجيب صور مثلا، كود خصوصي مشان كل شغله. فعمليا صح انت عم تقدر بالنهايه تحصل على البيانات بين هدول المواقع كلهم بفرض انه عندهم اي بي اي، بس انت عمليا بوضع مثل هاد الوضع. هاي الصوره كثير مشهوره. فانت عمليا يعني حتى عم تقدر تروح من جزيره لجزيره بس عم تتسلق، بدك واحد يساعدك، يعني ما بتقدر تنط من قرنه لقرنه تروح ترجع تشتغل. في مشكله ثانيه هي التالي. في مره كاتبين جايبين تحطوا ديفاين شغله على جوجل فبيطلع لك تعريفه، تمام؟ هاي نفس التطبيق على فكره الاي بي اي، انه هو مثلا هون حصل له ديفاين ويب فهو جاب لي تعريفه كلاون وكفر، بس من وين؟ مثلا من مجموعه من المصادر اللي هو بالاصل بيكون حافظهم، تمام؟ فبيكون اصلا مبرمج لهم كيف يتعامل مع الاي بي اي تبعيتهم، يعني بيكون مثلا هون جايب من ويكيبيديا من ديكشنري دوت كوم ومن انسر دوت كوم، فكل وحده منهم بيكون لها اي بي اي، فهو كل ما تحط ديفاين فبيدور فيهم كلياتهم وبيجيب لك النتيجه. هلا السؤال اللي بدي اقوله انه طب بركي انت كمبرمج مثلا حابب تساوي تعريف جديد، شلون فيك تخلي جوجل تعرفك؟ تجيب التعريف تبعك. معقول؟ يعني شو ما في حل الا انه جوجل تقعد تساوي انت اي بي اي جوجل تتعلمها وتحطها، تقتنع انه تبرمج يعني تكتب كود خصوصي مشان يتعامل مع الاي بي اي تبعك لحتى تجيب. بتخيل انه فيك شي 10,000 بني ادم كل واحد حابب يساوي هيك تطبيق صغير مشان بس كم كلمه، شو صعب كثير من خلال النموذج الحالي انه نستفيد من هالابداعات الموجوده. فالوضع مثل ما قلت لكم هو بشكل اساسي عندنا جزر، كل جزيره مغلقه فيك تنتقل، صح فيك تنتقل، بس يعني تخيل كمعاناتك كمبرمج هي مثل معاناتك انه بدك تعيد نقل رفقاتك من قرنه لقرنه مثلا. يعني مثلا فتح على شبكه اجتماعيه جديده مشان 2-3 بدك ترجع تنقل، او مثلا صورك موجوده على فليكر وفي بدك تقعد تنقلها مثلا على فيسبوك مره ثانيه مشان تعمل تاجز لرفقاتك، يعني تنقلها على قرنه ثانيه. فعمليا صح فيك تنتقل بس بهالصعوبه يعني، تمام؟ طيب هلا هون اجت فكره اللينك تبعتها، انه نحن ممكن نحل طريقة لقدر نحل هذا الشيء. طيب حاول احكي قبل ما نحكي شوي عن لينك داتا نحكي شوي عن الويب. هلا مثل ما شايفين هذا هو الاي اس بي ان لكتاب. هلا شو مميز الاي اس بي ان لكتاب؟ هو انه بيعطي رقم مميز لكل كتاب، تمام؟ طيب هلا بدي اسالكم سؤال او بدي اطلب طلب. انا اذا الفت كتاب مثلا وحابب اعطي اي اس بي ان فيني؟ لا طبعا. طب ليش؟ يعني انا اقل قدر مثلا انه بس بلكي حطيت واحد بلكي حطيت واحد محطوط يعني. طب مثلا كنت كتب الجامعه مثلا ما عليها اي اس بي ان، طب ليش؟ لا الفكره انه لازم يكون في جيمس. انا حاولت اجيب هذا المثال لورجي عظمه شيء هو ال HTTP. ال HTTP هو تماما نفس المبدا، هناك بيناتهم ال ISBN وال HTTP هن URIs، تمام؟ هلا ال URI هو Uniform Resource Identifier، يعني اذا استخدمنا الترجمه العربيه معرف الدلال الموحد.
فهو بشكل اساسي انه شيء خاص بكل ريسورس، تمام؟ هلا عظمه الاتش تي تي بي انه انت اي شيء بالدنيا، اي شيء بالدنيا ممكن تتخيله، ممكن تعطيه يو ار اي وتخلي اي شخص بالعالم من اي جهاز بالعالم يقدر يوصل لهذا الشيء اللي انت بدك اياه، تمام؟ فهذا هو اول شيء، هذا احد المبادئ الاساسيه الموجوده بالويب، انه نحن اول شيء كل شيء هو عباره عن ريسورس، وكل ريسورس له يو ار اي خاص فيه ببلش من خلال اتش تي تي بي. طبعا بالاضافه للريسورس، كل شيء ريسورس، في عنا شيء هو اسمه ريست. الويب مطبق فيها افكار عظيمه هي فكره ريست. هلا بجوز هلا هذا موضوع جانبي، بس انا حبيت كثير مهم حتى نقدر نفوت موضوع الكتاب. هو بشكل اساسي انه انت عندك ريسورس، هو ريست هو اختصار ل Representational State Transfer، انه انت عندك كل شيء ريسورسز، وانت اللي عم تساوي من خلال، وهالريسورسز كلها موجوده بالنتورك، انت شو عم تساوي؟ انه عم تنقل التمثيل Representational Transfer، عم تنقل تمثيل هذا الريسورس بين الشبكه. فانت عمليا عندك ريسورس واحد له اكثر من Representation. الاشياء العظيمه الثانيه انه انت عندك مجموعه من اساسيه من الافعال اللي فيك تساويهم، يعني انت فيك تساوي هن اربع افعال اساسيه، هن جيت بول بوت بوست وديليت. فانت عمليا عم تطلب صفحه، انت عم تعمل جيت لهذا الريسورس. فحلاوته فكره عظمه الريست انه انت فيك تعمل جيت على اي شيء بالدنيا، تمام؟ يعني انت الويب هو عم يخليك تعمل جيت لاي شيء موجود بالدنيا. قول رائع. فطبعا هذا شيء، هذا كنقيض لفكره انه انت ما في داعي. شو هو عظمه الفكره؟ انه ما فيك انت ما في داعي تقعد تبرمج الجيت لكل شيء مره ثانيه. يعني مثلا والله انا بدي اعمل جيت للبوكس، فبدي اقعد برمجها. لا، في عندنا جيت، هي تطبيق لفكره البوليمورفيزم، تعدديه الاشكال على مستوى عالمي جدا. فالويب بشكل اساسي، فإذا حاولنا نرجع، طبعا قبل ما نلخص الحكي عن الويب، فالاتش تي تي بي، فبالملخص انت في عندك افعال. الاتش تي تي بي ريكوست بتضمن اول شيء جيت، اعطيني الافعال هذول الاربعه لريسورس معين، تمام؟ هي اول شغله. وثاني شيء في عندك ريبرزنتيشن لهذا الريسورس، تمام؟ فعمليا كل شيء على الويب هو هيك، هو عباره عن افعال، ناس عم يسوي افعال، ناس عم يعملوا جيت بوت ديليت الى اخره، لاشياء موجوده باراني مختلفه بالعالم من خلال اجهزه مختلفه، بس نحن متفقين على هدول المعايير. طيب فبشكل اساسي بس هذا الحكي اللي احنا حكيناه، انه هالمصطلحات حترجع نستخدمها. اول شيء انه اتفقنا انه كل شيء عندنا ريسورس، الوحده الاساسيه عندنا ريسورس في شو ما كان ممكن تكون. ثاني شيء انه عندك ايدنتيفاير لكل ريسورس تقدر توصلها من اي قرنه بالعالم. ثالث شغله انه عندك ريبرزنتيشن. فهلا الفكره كثير حنستفيد منها، انه انت السياره لها ريبرزنتيشن، هي البيج تبعها من خلال اتش تي ام ال كود تبعها، ممكن يكون لها اكثر من ريبرزنتيشن. هون هي النقطه اللي حنستفيد منها. ثاني شيء انه دي ريفرنسنج اتش تي بي يو ار ايز، انه لازم الفرق بين اليو ار اي تبع الاي اس بي ان واليو ار اي تبع صفحتك على الانترنت، انه اليو ار اي تبع صفحه الويب انت فيك تجيبها، يعني في تكنولوجيات كامله لحتى تقدر تعملها دي ريفرنسنج، يعني تقدر تنقلها وتجيبها لعندك، بينما الكتاب ما فيك، الاي اس بي ان ما فيك تسويش. طيب هلا كملخص، نحن بشكل اساسي عندنا ويب اوف دوكيومنتس، تمام؟ الويب اوف دوكيومنتس كلياتهم قائمين على حول هالمجموعه الاساسيه من فهم الحكي. هلا الشيء اللي بشكل اساسي نحن ناقصنا مثل ما اتفقنا، انه بدنا ويب اوف داتا، وهي الفكره الاساسيه لللينك داتا. لينك داتا انه انا ما بس بدي كون مثل هذاك، نقلت لكم مشاعر الكمبيوتر قبل شوي، ما بدي بس ويب اوف دوكيومنتس، خلص انا بس بفهم انه هذا الدوكيومنت له علاقه بهذا الدوكيومنت، بس ما بفهم اي شيء عنه الا تلطميس، يعني انه هي هيك، تمام؟ لا، بدي فعلا انا اقدر
افهم هاي الداتا واقدر فعلا ساوي عليها inference مثلا مثل ما الشباب يحكوا عن كل الافكار العظيمه للسيمانتك ويب. انه اذا قلت لك انه انت مثلا تسكن في دمشق وخلص بمجرد اني حطيت هالمعلومه على الانترنت انه انا بسكن بدمشق فلحاله اذا واحد عم يدور عن الناس اللي بيسكنوا بسوريا لحاله يطلع عنده بدون ما انا شرط اعرفه فيه. طيب فبرايكم شو هو السبيل لحتى نساوي هذا الشيء؟ هلا بس سؤال لا هو الفكره بكلمه واحده هو لينكدين. لا هو اكيد لينكدين ايه بس الفكره الاساسيه هي من خلال نموذج الار دي اف اللي حكوا عنه شباب قبل شوي انه انا يكون عندي ثلاثيه انه هي فكره الار دي اف بشكل اساسي انه نلخصها كشكل عملي انه انت كيف تعبر عن اشياء من خلال انه تقول انه فلان هو شغله فلان. الفلان فيك تحط بلغه الكمبيوترات اوبجكت تمام، فانت عندك اوبجكت واوبجكت وعلاقات بينهم. هلا هي طريقه النمسجه ممكن الواحد يفكر انه شو شيء جديد، هي شيء عظيم جدا. بس ححاول اضرب مثال انه انت الشيء المميز باللينك داتا انه نحن عم نخلي كل شغله كل ريسورس إلى URI وكل علاقة إلى URI وكل أوبجكت تاني إلى URI. فبالتالي حأضرب مثال انضبط شو إيه تمام إيه فا الفكرة الأساسية أنت مثلاً لما بدك تعرف سيارة برنامجك مثلاً تمام؟ فأنت بتقول حفكر شو في خصائص معينة للسيارة مثلاً. خلونا هلأ نساوي خلينا نطلع كل شيء عن خصائص للسيارة مثلاً السرعة مثلاً لون نوع عدد دولي محرك وزن سعر عدد الركاب وقود تمشي على الماي ولا لا فيها تيربو تصير ولا لا. طب رايكم لازم نوقف نحن ليش خارج؟ هي هون الفكرة الأساسية عظمة RDF انه انت كشخص عاد مثلا حط ببالك مثلا بدك تحط معلومات عن سيارتك تمام؟ فانت خلص بتحط 300 حقل بجوز دقيقة لك بعدين تمام؟ فانت كمبرمج لما تبرمج بشكل عادي حتحط 300 حقل وحيدقيقة لك بعدين. بس بعدين حيجي واحد بيقول لك العمش في 200 واحد لسه نسيته. فهي نفس عظمة الويب. نحن بدنا نقول عظمة الويب انه انت عندك مثلا تخيل انه والله عندك مثلا هلا نحن عندنا مثلا تخيل مو نحن عندنا سيرفر مثلا بالكلية، فتخيلوا انه والله نحن حنساوي شبكة وثائق فيك توصل فيها كل المعلومات اللي بدك اياها انت. تمام؟ فانت قبل بعصر الانترنت انت وهذا الشيء فعلا كان موجود، يعني كان مثلا في شبكة اسمها امريكان اونلاين انه هي لحالها هي الشركة بتأمن لك كل شيء وثائق انت بدك اياها. وخلص انت بعدين بترجع بتفوت بتستهلك فيها ما بتتطور. تمام؟ لكن عظمة الويب لما بلشت فكرة انه اي واحد فيه يحط اي صفحة على الانترنت بلشت فكرة انه غبية او شيء انه معقول انه يعني معقول اي واحد يحط اي شيء على يعني على الويب معقول يعني بيطلع عنده كثير شغلات زبالة. فالفكرة الاساسية للويب كانت انه نحن نخلي عندي فضاء مفتوح تماما للناس تحط فيه الوثائق فيه. هلا صح بده يطلع كثير زبالة بس حيطلع عندي كثير ابداع، حيطلع عندي شغلات انا ما بتوقعها. فنفس الشيء عظمة الـ RDF هو هي انه انت حطيت سيارة مثلا انه والله انا مثلا نزلت مثلا معلومات عن سيارة تويوتا مثلا انه فيها والله الموديل الفلاني مثلا لونه كذا المحرك كذا. طب انا مثلا شخص عايش بمدينة تانية حابب احكي عنه تمام، ففيني انا بكل بساطة بما انه كل شغلة لحالة انا فيني ارجع احكي عن سيارتي. طبعا هذا شيء لسه حكي مظل، لكن شلون عمليا عم يصير؟
قبل ما افوت احكي شلون عمليا ححاول احكي طبعا هي المقدمه كانت ضروريه جدا لا لنحكي شو هي اللي مبادئ اللينك داتا. هي طبعا كل مره كل ما يحكي يطلع تمبر نازلي بيعيدهم بيحكي. فبشكل اساسي اول شيء انه كل شغله بالدنيا قد ما كانت صغيره اعطيها يو ار اي تمام عشان اقدر احكي معه عشان اقدر اجيبه تمام. هي اول شغله. ثاني شغله خليها اتش تي تي بي يو ار اي. ما بيمشي الحال انه يكون والله اللي بحط لك اياه على الويب بعدين برجع لك. لا لازم يكون عندي نستخدم نفس المبادئ المفتوحه تبعيت الويب لاقدر اوصل للاشياء تمام. الشيء الثالث انه لما انا اطلب هذا الريسورس اعطيني شيء مفيد ما تعطيني صيني تمام. عم بحكي كمبيوتر يعني اعطيني ار دي اف اعطيني بيانات اقدر استفيد منها اقدر اقراها. وثالث شيء او رابع شيء عفوا انه اعطيني روابط للاشياء اللي لها علاقه. يعني مثلا مثل اذا نرجع على مثال سياره خلينا نقول انه في عندي يو ار اي للسياره تمام. فمثلا والله المحرك حدا بيعرف المحرك مين قال مثلا المحرك اعطونا شيء اسم نوع معين محرك خلينا نقول المحرك المائي مثلا. فالفكره انه انت مثلا تخيل حالك طلبت هذا اليو ار اي قام طلع لك المحرك المائي. طب شو هذا المحرك المائي؟ فالفكره انه لا تقول اعطي كل شغله بدك تحكي عنها اعطيها يو ار اي اعطيني اليو ار اي تبع هذا المحرك المائي. فانا باخذ هذا اليو ار اي تبع هذا المحرك المائي بفرض انه هو موجود طبعا فبرد بطلع معلومات ثانيه عنه. فنفس الشيء هذا الشيء هو نفسه موجود بالويب. فانت بتفوت بصفحه يكون فيها روابط لصفحات ثانيه ترد تفوت فيها هي صفحات روابط ثانيه وهكذا. فنفس الشيء انه يطبع على الداتا. فبشكل اساسي هدول المبادئ الاساسيه لللينك داتا. طيب اذا صار عندنا لينك داتا طب نحن اذا رجعنا فكرنا عمليا نحن قدرنا نحل مشكلتين اساسيتين كنا عم نواجههم. اول شيء انه طبعا لانه هو بالعربي كان فبشكل اساسي انه انت عم تقدر بما انه المعلومات صارت اول شيء عندك مهيكله صرت تعرف اول شيء يعني ما صرت مثل هذاك ما ضليت بحاله ذاك الشخص اللي الكمبيوتر اللي عم يحاول يقرا صيني تمام. فانت اول شيء عم تقدر المعلومات مهيكله تماما موجوده عندك. هلا هذا حنشوفه كيف. وثاني شيء كل شيء هو عباره عن هايبر لينك. ما في والله محرك ما يحكي واحد محرك ما خلص اسكت لا لازم تعطيني يو ار اي تبعه حتى اقدر جيبه. حتى المحرك مائي مثلا بيستشهد شغلات انا برد بقدر ساوي برد بقدر اجيب معلومات. هذا الشيء كيف بنحققه؟ اول شيء انه من خلال انه لما انا اطلب شيء على اطلب يو ار اي مثلا يو ار اي تبع سياره مثلا مرسيدس اول شيء توصلني المعلومات ما توصلني والله صوره ما بستفيد شيء لا توصلني كار دي اف. هلا حنحكي شلون. ثاني شيء مثل ما قلنا انه يكون في عندي شيء يكون عندي لينكس. اللينكس هي ميزتها انه شو الفرق بين اللينكس تبعية العادية اللي انت بتشوفها بتكبس عليها هذا الانترنت والار دي اف لينكس. الفكرة انه الار دي اف لينكس هن ار لينك له اسم. يعني مثلا هلا بالويب العادي مثلا انا على صفحتي مثلا بتلاقي انه رابط رفيق لزاهر مثلا يعني رابط مثلا لصفحة زاهر. المشكلة انه زاهر مثلا ممكن يكون صديقي عدوي اخي مثلا ممكن يكون كثير شغلات. فانت باللوب العادي ما بتقدر تعرف شو هو بس باللينك داتا انت بتقول انه لما تحط الرابط صح بتحط رابط للريسورسز الثانيين بس بتحط شو هي العلاقة. وهي العلاقة كمان مفتوحة يعني مو عندك خلص نحن والله بالفيسبوك انت شو عندك انماط علاقات براذر فريند مدري شو خمس علاقات وبس ما في. لا انت فيك تخترع علاقات كامله لانه كل علاقه هي بحد ذاتها يو ار اي في لها يو ار اي. فانت بتخترع علاقه بتحط تقول يلا شباب انا اخترعت علاقه وهي اليو ار اي تبعها وتعالوا نوثق حالنا فيها تمام. فمن خلال هذول المبادئ بلشت الفكره تقريبا خلال 2007 كان عندنا مجموعه صغيره من الداتا سيتس وبلش التطور السريع للموضوع. هي الصور ل 2008 2009 وهي 2010 وهلا نحن هي الصوره احدى الصور تقريبا جبتها للاوبن داتا كلاود او لينكد اوبن داتا كلاود. فبشكل اساسي هي كمان حتى هي الخريطه هي لينكد داتا بالمناسبه. طيب حدا بيقدر يعرف شو هي اكبر دائره اللي بالنص شو مكتوب فيها؟ دائره كلها
صحيح. هي ديبيبيديا. ديبيبيديا هي عبارة عن مشروع استخراج البيانات المهيكلة من داخل ويكيبيديا. فأنت مثلا عندك مثلا هاي دائما تلاقي في عندكم على الطرف اليميني بيكون في عندك كتير هدول البوكسز. هدول البوكسز فيهم ستراكشرد كونتنت. بس الكمبيوتر بالنهاية بتشوفهم بتتذكروا مثل ما بشوفهم، بشوفهم مثل ما أنت بتشوف هذيك دوكيمنت الصيني. فهو ما بيشوف انه والله هي HTML هي مثلا لاحقتها كذا، HTML هي لاحقتها كذا، او المؤسسة الإسلامية هي اللي مطورتها الى اخره. فالكمبيوتر ابدا ما بده يشوف هالشيء. فكانت الفكرة الاساسية تبعت هاي المصطلح ديبيبيديا انه تعال نجيب هدول المعلومات انهم اصلا موجودين بطريقة شبه مهيكلة، يعني ممكن تساوي كود صغير يستخرجهم يحطهم كلمة داتا. فطبعا كثير تطورت. انا ححاول استشهد من خلالها هلا شوي، حاول نشوف كيف اللينك داتا من خلالها، حاول نشوف كيف اللينك داتا عمليا نوسخ الينا كمان. طيب الشيء الاساسي في عنا نحن اتفقنا انه كل شيء هلا في عنا مشكله انه نحن اذا قلنا كل شيء له يو ار اي. طيب فكان لازم اورجيكم سلايد حابب تفكر شو القصد. انه انت مثلا اذا انت بالكمبيوتر ضربته اليو ار اي هيطلع لكم نفس الشيء. هي كانت اول مشكله. فانت مثلا انت انت ككمبيوتر غير كانسان، انت عم تطلب مثلا معلومات عن هي السياره، فمفروض كل واحد يطلع له ريبريزنتيشن خاص. فلذلك نحن عندنا باللينك داتا في كثير مفهوم اساسي، انه في عندنا ريسورسز انقسموا لنوعين، واتفقنا انه كل شيء ريسورسز. ففي عندنا نون انفورميشن ريسورسز وانفورميشن ريسورسز. هلا نون انفورميشن ريسورسز هن شيء مجرد تماما. فمثلا هون انا عندي مثلا الفوق اليو ار اي اللي فوق هو لثيم مثلا، هو لاليس مثلا. فانت مجرد تطلبه، فانت اثناء طلبك بال HTTP مو عم تطلب طلب HTTP، بتحط بالهيدر انه انا مثلا بدي RDF او انا بدي HTML. فبناء على الشيء اللي انت بتحطه بيرجع لك الريبرزنتيشن الخاص فيك. تمام، هذا هو اللي بسموه الكونتنت نيغوشيشن. تمام، فمثلا على ديبيبيديا هون في غلط هذا ريسورس فمثلا صفحه دمشق هي عباره عن النون انفورميشن ريسورس المجرده اللي بيقدر يطلبها اي شخص كان، قصدي اي شخص يعني اي ايجنت شو ما كان، سواء كان بشر او هيومن او اخر. فانت اذا كنت مثلا خلينا نفترض انه انا براوزر عادي، فاذا ضغطت عليه للريسورس انا ما بعرف اشتغل على الريسورس ما عم يشتغل. طيب بس كنترول وانت كابس كنترول كويس عليه. طيب هلا لاحظوا انه انا طلبت اول شيء، لاحظوا الاتش طلبت هذا اليو ار اي. هلا هذا اليو ار اي اتفقنا هو نون انفورميشن ريسورس، فشو حيصير؟ لاحظوا حدا لاحظ شو صار؟ ما كبس شيء فكروا منيح. انا طلبت ريسورس دماسكس، رجع لي بيج دماسكس. هذا هو مثال على الكونتنت نيغوشيشن. فانا هذا عندي ويب براوزر فهو مخصص للبشر، فبالتالي هاي نفسها عم نرجع نحكي فكره انه انت اذا كنت انت بشر فهو بيرجع على الريسورس المخصص لك اللي هو على الريبرزنتيشن المخصص لك اللي هو بيج دماسكس. بينما اذا فتحنا مثلا داتا، لو كنا مثلا عندنا لو كان عندي ايجنت، فشو حيصير يطلع عندي؟ حيطلع عندي RDF. تمام؟ فبشكل اساسي انا في عندي ابستراكت، اذا نرجع في عندي
اليو ار اي لازم دائما يكون عندي يو ار اي لنون انفورميشن ريسورس، هذا مجرد تماما عن الريبرزنتيشن، ودائما بيكون في عندي اكثر من ريبرزنتيشن، وهذا هو اللي بسمى كونتنت نيجوشيشن. طيب هذا هذا مخطط توضيح على نفس الفكره اللي عم تحكيها، انه انت ككلاينت تعطي بالهدف الاكسبت، شو الاكسبت، شو الصيغه اللي انت بتقبلها، هو لحاله بيعمل لك ريدايركت على اليو ار اي الخاص فيه. طيب خلينا نرجع على هون. اول شيء لاحظوا شو موجود عندي هلا، هاي صفحه مخصصه هلا المعلومات الداتا الموجودين فيها هن التنتين، بس في عندي ريبرزنتيشن مختلفه فقط مشان انا اقدر اكون اسهل للقراءه. فبشكل اساسي هون حنوضح فكره الار دي اف، شو معنى الار دي اف، انه دماسكس هلا خلينا نقول دماسكس ابستراكت كذا، طيب اريا كود هو كذا، اريا توتال يعني عدد السكان هو كذا. فهي هي نفس المبدا تبع انه كيف انت تربط، تكون عندك ريسورس دماسكس البريديكيت، ونحن اتفقنا انه في عندي اوبجكت وبريديكيت واوبجكت ثاني. هلا هذا الاوبجكت الثاني ممكن يكون قيمه ثابته حرفيه بسموها ليترال، او ممكن يكون يو ار اي ثاني. فهذا المثال هون عندي عن مثلا عدد السكان. طيب هلا هون فهمناها اريا توتال، بس شو هو اللي قبلها؟ اللي قبلها هو هو الانتولوجي، هو المفرده، تعريف المفرده كانتولوجي. فنحن مشان نتفق على مثلا انا هي الانتولوجي هي عباره عن اتفاق، يعني مثلا انه انت مثلا لاقي مثال مضحك بس للاسف لما بدي يعني طلع شيء مضحك ما بطلع بس ما عندك لينك الداتا ما كان بدي انطر. طيب طيب هلا مثلا انت مثلا مثلا انا هلا اخر مثال بتذكره، انت مثلا لما تطلع بالميكروباص فبتقول له للميكرو شمالي، فبيفهم انه بده يوقفك عند الموقف الباص تبع الدوار الشمالي، تمام؟ فالفكره انه دائما انت كل مجموعه من الناس لهم مجموعه خاصه من المفاهيم، تمام؟ هن بيفهموا فيها على بعض. فالانتولوجي هي نفس الشيء، فانت اذا واحد مثلا لسه اول مره بيطلع على الميكرو فبتطلبك شو شمالي بده يطلع، وخصوصا اذا مثلا كان جغرافي مثلا شو، فلحتى يقدر يتعرف على المفاهيم لحتى بعدين نقدر نصير نتفاهم مع بعض. فالانتولوجي هي بشكل اساسي هي انه نحن نتفق على مفاهيم معينه، وكل مفهوم نعطيه ار اي خاص فيه مشان نقدر نصير نتفاهم على بعض. فنفس الشيء انه الفكره انه بكل بساطه انه صار فيك تقول انه اعطيني مثلا كل البلدان اللي مساحتها فوق الاريا توتال تبعها اكثر من كذا، تمام؟ فمثلا انت بتلاقي انه كمان صفحه برلين مثلا اذا فتحناها كمان حنلاقي فيها كل هدول، تمام؟ مثل بعض، تمام؟ كمان نفس الشيء في اريا توتال. هلا حلاوته انه مو بس دي بي بيديا فيها يسوي هذا الحكي، يعني انت فيك كمان نفس الشيء تقول والله لا انا حسبت مساحه سوريا تضع في كيلومترين ناقصين الانجليزي. فحلاوه الويب انه بشكل اساسي انت صار فيك تشوف كل الناس مثلا شو حاكين عن مساحه سوريا مثلا، تمام؟ في ناس مثلا بيعتبروا جزء معين من سوريا، فانت طريقه عظيمه لحتى تخلي كل الناس يعرفوا، ما صار في عندك طريقه خلص انه مثل الحصان هيك بس. فهي هي حلاوه موضوع انه نحن عظمه نموذج الار دي اف، هو مو بس مجرد داتا بيز جديده، لا هو تطبيق لمبادئ العظيمه للويب على الداتا. طيب طبعا هذا الشيء هو مكتوب بجدول مشان نحن نفهمه، كيف هو موجود حقيقه للكمبيوتر؟ كيف هي صيغه الار دي اف الحقيقيه؟ لا تمام. فبشكل اساسي مثلا هون عندك هذا هو ملف XML، هلا هذا ملف XML مع RDF. شايفين؟ لولي بس. طيب طيب
فمثلا حنرجع نشوف مثلا كيف معبر عن الفكره اللي حكينا عنها اريا توتال. تمام. تمام. فبشكل اساسي انه انت بتحط مثلا ضمن الدوكيمنت هاد انه حطينا نحن لينك او مو لينك مثل نفس مبدا هون انا حابب اقارن بين المايكرو فورمات. شو الفرق بين المايكرو فورمات اللي حكينا عنه قبل شوي اذا بتتذكروها، كيف انا حطيت تاج خلص حطيت انه هذا فيرست نيم وبين اللينك تيتا. الفرق هون انه لاحظوا انه انا هون جبت مفرده ما لها معرفه اصلا. هلا هاد ديبيبيديا اريا توتال هاد بالبراوزر بشكل افتراضي ما بيقدر يفهمه، او الكراولرز يعني مثلا جوجل كيف بيقدر يفهمه؟ من خلال فوق انه انا بحط انه بعمل انكلود مثل انكلود الانتولوجي بجوز موجودة تحت. بس الفكرة وين هي؟ انه انت صار فيك تعرف انماط جديدة من العلاقات. يعني انت مثلا عجبتك تساوي نموذج جديد من العلاقات، فانت بكل بساطة فيك تعرفه وتخلي اي واحد حابب يفهمه يقدر يفهمه. فهون هي عظمة اللينك داتا، انه انت معك نحن صرنا محصورين بالمايكرو فورمات. تمام؟ يعني مثلا انت هذا الشخص مثلا انه حابب مثل ما اتفقنا نحن حاكين اول شيء انه في له فيرست نيم ولاست نيم والى اخره وفي تليفون، صار فيك انت تعرف علاقه جديده وتعطيها يو ار اي تستضيفه انت عندك. وصار فيك مو بس تعرف علاقه جديده، تعرف انطولوجي كامله متكامله لتلبي الشيء اللي انت بدك اياه. واي واحد بالنهايه مالك مضطر، ما رجعنا لنفس فكره جوجل، يعني تخيلوا نحن فكره السيرش تبع جوجل سعيناها باستخدام اللينك داتا. فساعتها بنتفق انه كيف نحن نعرف نحط المرادفات على جوجل او مو على جوجل، نحطهم على الويب طريقه معياريه باستخدام انطولوجي معينه. وصار اي واحد حابب يضيف مفرده جديده وتعريف جديد لها بكل بساطه بيقدر يحطه لهي الداتا، فمجرد جوجل ما يكتشفه بيقدر يفهمه بكل بساطه. تمام؟ طيب. هذا الشخص اللي هو تيم برنرز لي هحاول اذكر مثال ثاني موسخ خلينا فيه كمان. هو صفحة في عنا شيء هو دائما اسمه FOF، هو friend of a friend، هي عبارة عن انتولوجي توصيف العلاقات بين البني ادمين. تمام؟ انه فلان هو رفيق فلان، فنحن اتفقنا انه اذا بدي اعبر انه فلان رفيقي فبستخدم هاي الانتولوجي اللي هي لها يو ار اي خاص فيها مفتوح. فرح نشوف سوا انا اسف بس انا اخر ويندوز بعرف اشتغل عليه هو الاكس بي، فبين انه ما بفهم شيء الكمبيوتر بس اشتغل. طيب فهي هي الصفحه الشخصيه لتيم برنرز لي باستخدام الار دي اي. تمام؟ هلا الشيء اللي انا حابب الشيء اللي حابب هلا اساويه انه نطلع رفقات تيم برنرز لي من خلال هذا الار دي اي. هلا بشكل اساسي هو كيف معبر عن رفقاته؟ حاطط انه مثلا طب ما حفوتكم بهذا التفصيل. هذا الشيء بيتم من خلال سباركل. هلا انا بس بدي اورجي شيء بسيط. الفكره الاساسيه من سباركل هي مثل لغه استعلام للار دي اف، بمعنى انه انت عندك الار دي اف هو بشكل اساسي جراف. حاورجي مثال عليه. فهو طريقة نحن لحتى نبحث بهذا الجراف، فأنت صار ساعتها ما عاد في داعي تقعد تبرمج اي بي اي خاصة بكل موقع. صار من خلال هاي ستاند سباركل صار فيك أنت تعمل كويري لأي داتا موجودة بالدنيا.
وهي الفرق بين الـ API وبين الـ Linked Data. الـ API انت مضطر كل مرة تقعد تبرمج اجزاء معينة من سباركل لحتى توصل للكويري تبعك، تمام؟ بينما الا انت عزلنا نحن موضوع الكويري، صار كله ستاندرد لاي اي واحد عنده داتا، وصار ساعتها بس انت بكفي تعرف شو هي المفردات اللي هو بيستخدمها. هلا حورجي مثال شو. فنحن بشكل اساسي صارت الويب هي عباره عن جراف. جراف يعني عباره عن بيان، عندك عقد وروابط بين هالعقد. فانت سباركل هي عباره عن لغه بتسمح لك انك تدور بهذا البيان. كانه راح انا بس حابب ارجع صوره مشان ما يبين. طيب فبشكل اساسي هلا حنحاول ننفذ فالملف تبع هحاول ننفذ انا كويري سباركل ان اكشن مشان نشوف انه قديش هو شيء حقيقي فعلا. لينك داتا هو شيء عملي موجود تماما مو بعد 10 سنين. هلا هذا هو دائما بيكون في عندي شيء اسمه سباركل اند بوينت، انه هو عباره عن برنامج بينفذ لك تعليم، هو عباره عن سيرفر بينفذ لك تعليمات سباركل على جراف معين. طيب فانا هون بحط الكويري تبعي وهون بحط الجراف اللي بتدور عليه. فانا ححط له الجراف تبع تيمبرنزلي، تبع صفحه تيمبرنزلي. طبعا اي واحد فيه يساوي صفحه خاصه فيه من خلال اذا بتكون fof.me. طيب فهذا الكود عم يعاني. شفت ليك هالنظرة ده صورة. فبشكل أساسي أنا عرفت له هون بس أول شيء فيكم تعملوا تعتبروها مثل الانكلود. ايه عفوا تمام بس بكفي النارك هالمره خبروني. فبشكل اساسي اول شيء بقول لهم بدي بحدد له انا الشروط اللي بدي اياها. فكل شرط هو عباره عن تحديد العلاقه. فانا اول شيء قلت له اعطيني الاشياء تيم كارد اللي بيعرفها هي شوي تحس حالك فضائي لما تفكر فيها. انه انت بتحدد العلاقه اللي بدك اياها، انه فلان يعرف فلان، تمام؟ فهذا نوع هو عباره عن متحول، فشو ما كان بيعرف ما في مشكله. بس الطرف الاول قلت له انه تيم بدي تيم برنرزلي، ودخلت له انا الريسورس تبع تيم برنرزلي اللي بيمثل تيم برنرزلي. فاول شيء اعطيته قلت له رجع لي كل العلاقات اللي فيها تيم برنرزلي بيعرفه، تمام؟ وثاني شيء جيب لي اسمه. هلا بغض النظر ما ضروري التفاصيل، بس هلا لسه الاكشن شوي ثاني جاي. فهلا حتم نفذ هذا الكويري اول شيء بسيط. فحصوا جاب لي كل اصدقاء تندرز. هلا الشيء العظيم بالموضوع انه جيم هاندلر هدول الاسماء ما لهم موجودين بالصفحه، يعني ما لهم موجودين بالصفحه اللي انا ذكرت. هلا فتحناها قبل شوي، الموجود فقط اليو ار اي، تمام؟ فهو بشكل بسيط راح انا مجرد اني حطيت اليو ار ايز وقلت انه هدول انا بعرفهم، فهو لحاله السباركل راح لعند هدول اليو ار ايز، راح زارهم وشاف شو اسم البني ادم هذا اللي بدي اياه ورجع لي. ف هلا فمثلا انا بحاول اسوي شيء ثاني، مثلا انا بدي اعرف شيء ثاني عنه. فهلا لاحظوا مثلا قائمه طويله، هلا انا بدي مثلا بس بدي لي عندهم ايميلات، طبعا ما متفق مع بعض. Thank you.
فعم قل له اعطيني كمان اللي ناس عنده ايميلات كمان، تمام؟ اللي عنده الايميلات واعطيني اياهم، رجع لي اياهم. لا ما سويت اي شيء. فحتى راح جاب لي اياهم وجاب لي ايميلات. فتخيلوا لسه كان لسه في نساء كويريز اعقد من هيك لسه كمان بكثير. بس تخيلوا انتم انه بكل بساطه انا عم بقدر اجيب رفقات فلان ومثلا شوف فلان حكى عن الموضوع الفلاني. مثلا انت تخيل لو انت مثلا عملت بس كمثال بسيط شو نحن ممكن نعمل، يعني شو بيعني انه لو فعلا كل الداتا موجودين بهذه الطريقه. فانت مثلا فلان انت مثلا حطيت مشاركه مثلا على ويكيبيديا مثلا، فانا فيني بكل بساطه وحطيت مشارك عندك مدونه وعندك مثلا عملت كم تويت على تويتر، فانا بكل بساطه صار فيني اجيب كل شيء انت شاغله عن الانترنت اذا هو كان اصلا مفتوح وساوي لك صفحه جديده فيها كل مشاركاتك لك. وبدون الفكره انه بسبارك البسيط بكل بساطه. فهي اللينك داتا هي عظمتها انه ما بعرف كيف اعبر، ان شاء الله تكون وصلتكم. واو هي فالمبدا الفكره الاساسيه للينك داتا انه مثل ما قلنا لسه هي مجرد هي الخطوه الاساسيه لحتى نصير نساوي شغلات اعبر. فتخيل مثلا انه مثلا لو الشيء اللي بخلينا نساوي الشيء الاعقد الاشياء الاعقد هي الانتولوجيز، تمام؟ فتخيلوا مثلا لو انا عندي انتولوجي انه او هي الانتولوجي نفسها انه صار فيني اجيب فريندز اوف فريندز مثلا، اكتشف انه اذا كان واحد فريند اوف فريند والعلاقه الفريند هي متعديه مثلا، ففيني اكتشف انه فريند اوف فريند هو بجوز يكون رفيقه. فالامكانات الكبيره اللي ممكن تكون موجوده هي عن جد بس مثل ما بيقولوا بس الخيال هو هو حدود الشيء اللي احنا ممكن نتخيله من الاشياء اللي ممكن نسويها. فان شاء الله حتكون المره الجايه ان شاء الله حيصير في حكي اوسع عن الانتولوجيز، شو هي الانتولوجيز الموجوده وشو هي التطبيقات اللي هلا حاليا موجوده وشلون فينا نحن فعلا شو علاقتنا نحن اصلا، يعني شو ممكن نحن فعلا نستفيد منها. خصوصا انه مثلا بس على سبيل المثال يعني دايس بورا عم يقول شو مثلا يشتغلوا بموضوع لينك داتا ادخالها على الشبكه الاجتماعيه، فنحن شو الاشياء العمليه اللي فينا نبلشها وشو هي التطبيقات العمليه الموجوده، هذا ان شاء الله كله حيكون المره الجايه. وكمان بس بحب اذكر انه موعدنا بالنسبه لموضوع المايكرو كوميونتي هو قائم ان شاء الله بكره الساعه 4:30، فحاولوا ما تتاخروا وشكرا.